حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن جديد كل عام وأنتم بخير. الحقيقة أحببت من خلال هذا البث المباشر أن أتأمل معكم بعضا من روائع هذا القرآن. والله أيها الأحبة، كلما تأملت كتاب الله تبارك وتعالى أجد عجائب لا تكاد تنقضي. كيف لا وهو الكتاب الذي قال نبي عليه الصلاة والسلام فيه ولا تنقضي عجائبه. الحقيقة أيها الأحبة، اليوم سنكتشف إحدى عجائب سورة عظيمة جدا من سور القرآن. هذه السورة أبهرت الكثير من المستشرقين ومن غير المسلمين، بخاصة المسيحيين الذين وقفوا احتراما لها. المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن ليست هي خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي فاطمة ابنة النبي، وليست هي عائشة، وليست هي أم النبي أو أي إنسانة أخرى، إنها السيدة مريم. ماذا يدل ذلك أيها الأحبة؟ أن نجد سورة كاملة في القرآن تحمل اسم هذه السيدة العظيمة مريم عليها السلام. هذه السورة أيها الأحبة تلخص لك جوهر القرآن، جوهر الإسلام الذي يعني يريد أن يحترم عقائد الآخرين. للأسف الأديان الأخرى لا تحترم الإسلام. الإسلام هو الدين الوحيد الذي يعترف بكل الأديان، يعترف بالمسيحية واليهودية، ويعترف بالأنبياء جميعا، ويطهر هؤلاء الأنبياء، على عكس الكتاب المقدس المحرف الذي يحط من شأن هؤلاء الأنبياء، يتهمهم بالفاحشة وبالكذب وبأشياء أخرى يعني. ولكن القرآن رفع من قدر هؤلاء الأنبياء جميعا وطهرهم واصطفاهم. المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن هي السيدة مريم عليها السلام. لذلك الله تبارك وتعالى رفع من قيمة هذه المرأة العظيمة. قال سبحانه وتعالى في آية عظيمة في كتابه عز وجل: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هل نجد مثل هذا الخطاب فيما يسمى بالكتاب المقدس؟ هل نجد مثل هذا التقدير وهذا الاصطفاء وهذه القيمة العالية جدا التي يمنحها القرآن لهذه السيدة؟ كيف تقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ضد الأديان الأخرى؟ كيف تقولون إن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يحترم عقائد الآخرين؟ كيف تقولون إن هذا النبي الكريم أرهب المسيحيين مثلا؟ هذا الكلام غير صحيح أيها الأحبة. هذا القرآن عندما يعني جعل سورة كاملة تحمل اسم السيدة مريم، وبرأها وطهرها واصطفاها ورفع قيمتها إلى أعلى مستوى، على نساء العالمين، واصطفاك على نساء العالمين، لم يقل العالم يعني الكون. انظروا كم هذا القرآن عظيم. الحقيقة أيها الأحبة، قبل أن
ندخل في إعجاز هذه السورة العظيمة وهو إعجاز مذهل جدا، أود أن أرجع معكم إلى بدايات نزول القرآن عندما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة عظيمة ذكر أهل الكتاب لأول مرة فيها. قال سبحانه وتعالى في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وهكذا إذا قرأنا الآيات نجد إلى قول الله تعالى حتى نصل إلى قوله عز وجل: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن، دققوا معي أحبتي في الله، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. أكرر الرقم 19، عليها 19، ما هو هدفه؟ دققوا معي، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. ما علاقة 19 بأن يستيقن الذين أوتوا الكتاب؟ اليوم نحن لدينا بين أيدينا القرآن، ليس لدينا أي شيء آخر، لدينا القرآن. هذا الكتاب العظيم أيها الأحبة هو يدعي، لنفرض جدلا، يعني أنا سأفرض جدلا أن هذا القرآن ليس، أنه من عند البشر، لنفرض جدلا ذلك، يعني نحاكي كلام الملحدين ونقول إنه كلام بشر. النظام أو المنظومة الرقمية القائمة على الرقم 19 الموجودة في القرآن والموجهة أساسا لأهل الكتاب، وسنكتشف ذلك من خلال سورة اسمها سورة مريم، ومريم طبعا هي أساس في العقيدة المسيحية. السيدة مريم والسيد المسيح عليهما السلام عيسى ابن مريم هما أساس العقيدة المسيحية، لذلك لابد أن الله خاطبهم، خاطب هؤلاء أهل الكتاب بلغة الأرقام، عليها 19. على فكرة الرقم 19 هو أول رقم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أول رقم أنزل هو الرقم 19 من بين كل الأرقام. إذن دققوا معي، عليها 19 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ما علاقة 19 بيقين أهل الكتاب؟ ثم قال بعد ذلك: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، تأكيد مرة ثانية. إذن لابد أن يكون هناك في هذا القرآن شيء يتعلق بالرقم 19، يتعلق بأهل الكتاب. إذا رأوا هذه المنظومة الرقمية أو هذا الشيء الرقمي سوف يكون ذلك وسيلة لزيادة اليقين، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. المؤمن يزداد إيمانا، يطمئن قلبه بهذا الإعجاز. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أيضا هناك بعض المؤمنين لديهم شك، لديهم ريب، لديهم مشكلة مع بعض من يشككون بهذا القرآن، يتأثرون، بعض الشباب يتأثر بالافتراءات والشبهات التي يروج لها بعض من أهل الكتاب وبعض الملحدين، وبالتالي فإن هذا الإنسان أو هذا الشاب المؤمن أو المسلم أصبح لديه شيء من الشك، لابد أن يكون هناك ما يقوي إيمانه، ما يثبته وما يذهب عنه هذا الارتياب. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. الملحد أطمئنكم سلفا لن يقتنع الذي في قلبه مرض، لأن الله يقول: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. إذن ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون،
يعني هؤلاء الملحدون سيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ما فائدة هذه الأرقام؟ هذه كلها مصادفات. إذن دعونا من قول الملحدين، دعونا نركز على إخوتنا وأحبتنا من الأديان الأخرى من أهل الكتاب، ممن يبحثون عن الحق. حتى من الملحدين هناك من يبحث عن الحق، أما الملحد الذي قلبه فيه مرض ويعمل على التشكيك، دماغه فقط يعمل على التشكيك، هذا ليس منه أمل أن يهتدي، لأن الله يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. بينما هناك الكثير من الملحدين والمشككين ومن أهل الكتاب ومن الأديان الأخرى يبحثون عن الحق بصدق. المفاجأة أيها الأحبة أن هذا الرقم 19 خصصه الله للسيدة مريم عليها السلام، لأنه خاطب به أهل الكتاب، فلا بد أن يكون هناك سورة اسمها سورة مريم رقمها في القرآن 19. يعني هناك سورة واحدة في القرآن رقمها 19، القرآن 114 سورة. على فكرة عدد سور القرآن من مضاعفات الرقم 19، يعني يساوي 19 مضروب في 6. السورة التي تحمل الرقم 19 هي سورة مريم. طبعا هذا ليس كل شيء، هناك قصة داخل هذه السورة. انتبهوا جيدا أيها الأحبة، نحن نتعامل مع لغة دقيقة، نحن الآن في عصر الأرقام ونتعامل مع لغة الرقم التي لا تقبل الجدل، لا تقبل التشكيك، لا يستطيع أحد أن يشكك بها. طفل صغير يستطيع أن يكتشف الخطأ في لغة الأرقام. أنت تستطيع أن تخدع الآخرين إذا تحدثت بلغة المنطق، لغة علم النفس، لغة الإعلام، أشياء كثيرة، ولكن لغة الرقم لا تستطيع أن تخدع الآخرين، لأن هذه اللغة تقول لك 1+1=2. فكما قلنا أي إنسان يستطيع أن يكتشف الخطأ إذا كان هناك خطأ. لذلك عندما نقول إن سورة مريم رقمها 19، يستطيع أي إنسان أن يفتح المصحف الشريف ليرى بأن رقم هذه السورة بالفعل هو 19. قصة مريم داخل هذه السورة كيف بدأت أيها الأحبة؟ الله تبارك وتعالى يقول في بداية قصة السيدة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هذه بداية القصة هنا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وهكذا تتوالى الآيات حتى نصل إلى قوله تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هنا تقريبا نهاية القصة، هنا آخر مرة يذكر فيها اسم السيدة مريم في سورة مريم. إذن اسم مريم بدأ بقوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم، هذه أول مرة. آخر مرة: ذلك عيسى بن مريم. طب كم عدد الآيات من مريم الأولى إلى مريم الأخيرة؟ حاولوا أن تفكروا معي جيدا وتتوقعوا نتيجة هذا السؤال. قلنا إن رقم سورة مريم هو كم؟ 19. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رقم سورة مريم 19. قصة مريم تبدأ بقوله: واذكر في الكتاب مريم، وفي نهايتها نجد: ذلك عيسى بن مريم. يعني أول مرة ذكر اسم مريم في الآية الكريمة: واذكر في الكتاب مريم. آخر مرة ذكر
ذلك عيسى ابن مريم. عدد الآيات 19 آية بالضبط. هل هذه مفاجأة؟ يعني هل يستطيع أحد أن يتوقع أن الله تبارك وتعالى ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول رقم هو الرقم 19 ويوجهه لأهل الكتاب عليها 19 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ثم السورة التي ستحمل الرقم 19 تحمل اسم السيدة مريم، الأساس في العقيدة المسيحية. ثم نجد أن قصة مريم في بدايتها واذكر في الكتاب مريم، وفي نهايتها ذلك عيسى ابن مريم. يعني ذكرت الأم في البداية والابن عليهما السلام في النهاية. عدد الآيات من واذكر في الكتاب مريم إلى ذلك عيسى ابن مريم 19 آية بالضبط. يستطيع طبعا أيها الأحبة أي إنسان بعد أن يشاهد هذا اللقاء أن يفتح القرآن مباشرة على السورة رقم 19 ليجد سورة مريم، ثم يبدأ بالبحث عن أول آية ذكر فيها اسم مريم، سيجد الآية رقم 16 واذكر في الكتاب مريم. آخر آية ذكر فيها اسم مريم في نهاية القصة ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، سيجد الآية رقمها 34. وسيجد عدد الآيات إذا عد هذه الآيات واحدة واحدة سيجد بالضبط 19 آية نفس رقم سورة مريم. الملاحظة هنا أيها الأحبة قبل أن نكمل أن الآية التي ختمت بها قصة مريم تقريبا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون رقمها 34 وعدد حروفها 34، هذا تناغم ملفت للانتباه. لماذا؟ الحقيقة أيها الأحبة اسم مريم ذكر 34 مرة، ولكن كم آية ذكرت السيدة مريم صراحة؟ يعني لدينا الكثير من الآيات تذكر عيسى ابن مريم كثير، يعني لدينا 23 آية في القرآن فيها عيسى ابن مريم أو ابن مريم كإشارة للنبي عيسى عليه السلام، ولكن الآيات التي تذكر اسم مريم صراحة يعني مثلا واذكر في الكتاب مريم، هذه آية خاصة بالسيدة مريم، بينما ذلك عيسى ابن مريم صحيح ذكر اسم مريم ولكن هذه الآية خاصة بالسيد المسيح عليه السلام عيسى ابن مريم. لدينا في القرآن كله أيها الأحبة 11 آية ذكر فيها اسم مريم صراحة من دون ذكر يعني المسيح أو عيسى، أو يعني آيات خاصة بالسيدة مريم عليها السلام 11 آية. الحقيقة ركزوا على هذا الرقم أيها الأحبة، الله تعالى عندما قال واذكر في الكتاب مريم، لماذا وضعت هذه الآية على مستوى القرآن في هذا الموضع بالذات؟ إذا قمنا بعد الآيات، دققوا معي، إذا قمنا بعد الآيات من قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم من هذه الآية أعطيناها الرقم 1، واذكر في الكتاب مريم 1، إذ انتبذت أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا 2، كذا 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 إلى آخر القرآن. كم آية تتوقعون
أن نجد أيها الأحبة، هل يمكن للمصادفة أن تصنع هذا الرقم الذي سنراه بأعيننا الآن 3971 آية بالضبط؟ 3000، طبعا لدي هنا البرنامج، أتصور أنه واضح، 3971 آية. طيب، هذه الآيات ما علاقتها بالرقم 19؟ البرنامج فيه ميز أنه فيه يعني خيار لتحليل أي عدد إلى عوامله الأولية. يعني لو أدخلنا العدد 3971، أدخلنا العدد 3971 هكذا وقمنا بتحليله، تأملوا معي أيها الأحبة، كم يساوي؟ يساوي 19 ضرب 19 ضرب 11. هل رأيتم؟ الله تعالى وضع آية واذكر في الكتاب مريم في موضع في القرآن، بحيث أن عدد الآيات من هذه الآية إلى آخر القرآن يكون عددها 19 ضرب 19 ضرب 11. 19 الأولى إشارة إلى العدد 19، عليها 19، الموجه أصلا لأهل الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. 19 الثانية هي رقم سورة مريم، رقم سورة مريم 19، والعدد 11 هو عدد مرات ذكر أو عدد الآيات التي ذكرت مريم عليها السلام في القرآن، مريم تحديدا من دون عيسى ابن مريم 11 آية. كما أن هذه الآية واذكر في الكتاب مريم عدد كلماتها 11 كلمة، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا 11 كلمة. فتصوروا أيها الأحبة هذا التعقيد الذي يفوق طاقة البشر. صراحة نحن لولا وجود كمبيوتر ووجود برنامج إحصاء القرآن الذي عملنا عليه لأكثر من 10 سنوات، التدقيق والبحث والإضافات والتطوير، حتى استطعنا أن نحصل على مثل هذه النتائج، وإلا لا يمكن أن نحصل على نتائج كهذه من دون هذه التكنولوجيا الرقمية. فهل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمن كان يعلم هذه الأرقام، أو هو الذي رتب هذا الترتيب؟ طبعا أيها الأحبة، سورة مريم فيها منظومة رقمية كاملة تبهر العقول، تحير الأفئدة، تعجز البشر بكل معنى الكلمة. سألخص لكم الحقائق التي استعرضناها هذا اليوم، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نتابع رحلتنا مع سورة مريم والمنظومة الرقمية القائمة على العدد 19. أولا نقول إن أول عدد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها 19. سورة المدثر ترتيب نزولها 4، فهو أول رقم صحيح نزل على النبي في مكة المكرمة، أو أول رقم نزل من القرآن. هذا الرقم موجه أساسا لأهل الكتاب مرتين. المرة الأولى قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، قال وما جعلنا عدتهم، أي هذا العدد الذي هو 19، إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب
ثم قال ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب مرتين ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. وعندما ذهبنا إلى القرآن وجدنا أن السورة الوحيدة التي تحمل اسم امرأة في القرآن هي سورة مريم، وجعل الله ترتيبها في المصحف 19 ليقول لك أيها الإنسان المشكك إن هذا الترتيب مقصود، ليزيد الله تعالى ليؤكد لك أن هذا الترتيب مقصود وأن هذا الرقم مقصود الرقم 19، جعل عدد الآيات من أول آية ذكر فيها اسم مريم إلى آخر آية ذكر فيها اسم مريم، يعني من واذكر في الكتاب مريم إلى ذلك عيسى ابن مريم، جعل عدد الآيات بالضبط 19 آية ليقول لك إن هذا الترتيب مبرمج ومخطط ومقصود من قبل الخالق منزل هذا القرآن سبحانه وتعالى. ثم جعل عدد الآيات من هذه الآية التي ذكر فيها اسم السيدة مريم أول مرة في سورة مريم واذكر في الكتاب مريم إلى آخر القرآن، جعل عدد الآيات هو رقم قيمته 3971 يساوي 19 ضرب 19 مرتين ليؤكد لك أنه لا توجد مصادفة. ربما 19 الأولى نقول مصادفة، ولكن الثانية صعب جدا أن تجد رقم يحدد لك بالضبط 19 ضرب 19 ضرب 11. الرقم 11 هو عدد الآيات التي ذكر فيها اسم مريم صراحة من دون عيسى ابن مريم، والرقم 11 هو عدد كلمات الآية واذكر في الكتاب مريم. إذن الله تعالى وضع هذه المنظومة الرقمية في كتابه العظيم ليقول لك أيها الإنسان إذا كنت إنسان مشكك فيجب أن تستيقن أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وإذا كنت إنسان مؤمن فمثل هذه الدلائل المادية الملموسة تزيدك إيمانا وثباتا كما قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وأخيرا أيها الأحبة نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في اللقاء القادم سنكون في بث مباشر إن شاء الله، وسنكتشف حقائق أكثر إعجازا وأكثر إبهارا، كيف لا وهو كلام الله تبارك وتعالى الذي قال الله فيه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.